إن شاء الله راح نتكلم في أشياء بسيطة حول الشيخوخة في هذا الموضوع. وبالنسبة فإن مشكلة سن التقاعد قد خلقت مشاكل جديدة تتعلق بتحقيق الذات عند كبار السن، وأيضا بحقوقهم كبشر وفي شعورهم أيضا بتدني المستوى المعيشي وعدم ملائمتهم، يعني ملائمة لصحتهم ورفاهيتهم بشكل عام ولصحة الرفاهية الأسرة بشكل عام، وأيضا لزيادة الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية والنفسية، وأيضا يرافق ذلك الشعور بعدم الأمان بسبب تقدم السن، وكل ذلك يساهم في نشوء مشكلات المسنين. أما في مجتمعنا الأكثر التزاما يعني بالنواحي الدينية، يعني فإننا نجد يعني كبر سن الشخص ممكن يعني صاحب ارتفاع في المكان أو يعامل الشخص المسن بالتبجيل والاحترام والتوقير. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.